كرم، كرم والعوى شبلة أو كرم والعزرة، العزرة وكرم المركز الثالث تتقدم فيه أبراج، ولكن أبقى مع هذين الاسمين العملاقين الكبيرين. هنا العزرة على المركز الأول، كرم على المركز الثاني، كرم خطيرة، كرم خطيرة، يا سلام كرم، كرم كرم غيرت كرم وانتقلت كرم إلى المركز الأول، وهداجة وصلت، هداجة يا بوي، هذه هداجة الآن غيرت لتنتقل إلى المركز الأول، وليكون الشوط الأول الشوط الرئيسي مسجلا مع هداجة التي جاءت في الأمتار القاتلة لتنتزع الناموس انتزاعا قويا. تهانينا لهجن الشحانية وللعملاق سلطان الوهيبي المركز الثاني، جاءت في كرم لهجن الشحانية المركز الثالث، أبراج أيضا لهجن الشحانية المركز. يا سلام يا وسيم، يا الله عليك يا وسيم، الله ما شاء الله على وسيم وعلى انطلاقة وسيم. وشوف الآلي محنة تحنيط دون أي أوامر دون أي تعليمات، يستاهل التحية وسيم، يستاهل قام راس وانهى الشوط راس. سلامي عليك يا الشبل، سلامي عليك ولله درك على هذه المواصيل التي وصلت إليها وسيم. ما تحرك الآلي حشا وكلا، لم يتحرك الآلي أبدا أبدا أبدا. تهانينا والناموس لهجن الشحاني، حتى صوت ما فيه، يمكن حتى صوت ما فيه، انطلاق تلقائي ودفع تلقائي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولشبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران، وهنيك على هذا المستوى الراقي والرائع لوسيم في هذا الشوط. المركز الثاني مزعل من أجل الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، المركز الثالث درب من أجل الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران. سالم الوهيبي غادرت انطلقت مع الصدارة، بعدت هنا قلميمة على الانطلاق على البداية، ولكن بن فاران هناك ايضا قادم، والقدوم من ارتياد لهجن الشحانية العملاق ايضا يتابعها، وثالث الاسماء هناك القدوم في هذه اللحظات من منصب لهجن الشحانية جابر بن سالم جابر بن فاران، ولكن الله يا البداية الله يا الصدارة، 200 متر اخيرة هنا قلميمة ايضا ذهبت من ناموس، ذهبت من صار هنا الهجن الشحانية مع العملاق سلطان، هنا لحظات الوصول لحظات النهاية، ولكن أيضا القدوم من ارتياد هنا الهجن الشحانية أي تابعها العملاق. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز قلميمة بالمركز الأول لهجن الشحانية، وسلطان بن محمد الوهيبي ثاني المراكز، كان الوصول من ارتياد لهجن الشحانية، ثالثا كان الوصول من منصب لهجن الشحانية. للمراكز ومع انطلاقته الاولى، الله يا السيف، السيف مع الصدارة، السيف مع المقدمة، السيف وانطلاقاته المكيفة بانطلاقات اول المراكز، وكايف يا السيف بانطلاقات اول الصدارة بتميزه والانفراد مع ناموس هذا الشوط. اذا نهني هجن الشحانية والثاني للذهبي سالم بن فاران المري، من قدم لنا السيف بانطلاقته في هذا الشوط الرابع، ليتابع مسيرة هذا الشعار بالانجازات في هذه السباقات المحلية وفي سباقنا المحلي السادس. اذا نهني هجن الشحانية، نهني هجن الشحانية ولواء ومؤسسة هذه الماركة الكبيرة من هجن الشحانية، والثانية للذهبي سالم بن فاران المري على فوز السيف بالمركز الاول. المركز الثاني وصل كحيلان لهجن الشحانية، المركز الثالث مغادر لهجن الشحانية. المركز الاول مع الانطلاق الاول مع التحدي الاول مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وشعار لواء هجن الشحانية ينطلق مع المركز الاول، ولكن ذرة قادمة وتعلن الخطورة مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات لهجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الامتار الاخيرة، الامتار الحاسمة، ود وذرة وود، اللحظات الاخيرة العملاق والشبل، اللحظات الاخيرة المعركة طاحنة،
ولكن ود 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 ذرة ذرة اللحظات الأخيرة، ولكن ذرة ذرة غيرت على الصدارة، ذرة غيرت على المركز الأول. تهانينا تهانينا والناموس لهجنة الشحنية، والتهاني إلى العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم ذرة إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا والناموس. المركز الثاني ود بهجن الشحنية، المركز الثالث وصلت في مشاهدينا الكرام شواهين لهجن الشحنية. المركز الأول انطلق بالتعليمات من الشبل ليكون مميزا من البداية وليزيد هذا التميز في النهاية مع هذا العرض الممتاز ومع هذا الرونق الجميل الذي يقدمه لنا الشبل في تحالفه مع الصدارة عبر توقيع هذا الانطلاق، وعبر أيضا توقيعه على أن فلاح هو نجم هذا الشوط. بالفعل اعتمد هذا القرار من خلال هذا الأداء الذي استحقه فلاح، حيث جاء في البداية نجما واختتم هذا الشوط بنجوميته أيضا المحودة. فتهانينا لهجن الشحانية وللمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على فوز فلاح وانتزاع للناموس المركز الثاني. كان مع مسعيد لهجن الشحانية المركز الثالث، ملفت لهجن الشحانية. ودون اي اوامر ارصد المركز الثاني يا مخرجنا، ارصد المركز الثاني. وصلت الهوى، وصلت الهوى على المركز الثاني من اجل الشحانيه. سالم بن فران يقدمها، ولكن الحذره، ولكن الحذره قفلت الشوط، قفلت الشوط. سلام يا الحذره سلام، سلام يا الحذره سلام. اهني هجن الشحانيه وجماهير العنابي ومحبين هجن الشحانيه وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز يا العملاق. اشكرك يا العملاق على هذا المستوى اللي وصلت للحذر في هذا الشوط، وللمعلومه وصلت دون اي تعليمات تذكر. تهانينا والناموس على فوز الحذر لهجن الشحانيه وللعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني ضباء او الهوى احتلت المركز الثاني من هجن الشحانيه مع الذهب سالم بن فران المركز الثالث. المركز الثالث مهيله من هجن الشحانيه بقياده العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. محمد بن خالد العطية، الله الله الله، ولكن من القادم؟ من القادم في هذه اللحظات؟ وتابع الريال لهجن الشحانية، هنا أيضا العملاق، ولكن غادر، غادر هناك، غادر الله، وذنان غادر، غادر مع الصدارة، والخطورة قادمة من العديد، العديد وهنا الريان، الريان والعديد ووذنان، ولكن الله 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 على هذا الانطلاق وهذا الأداء، العديد هنا أيضا، والانطلاق أيضا الثلاثي على الصدارة اللحظات الأخيرة، ولكن العديد، العديد غير، العديد غير على الصدارة على مقدمة الشوط اللحظات الأخيرة. هناك أيضا الريان، الريان قادم، الريان، ولكن العديد. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز، ثاني المراكز كان الوصول من الريان لهجنة الشحانية، وثالث المراكز كان الوصول من وذنان لهجنة الشحانية. تابعها سلطان بن محمد الويبي يا العملاق يا العملاق. وصلت الاسماء، وصل الشبل مقدما شعار هجن الشحانية بانطلاقة ميزة 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 ميزة. وصلت ميزة لأيضا تكون لا أيضا حضور بهذه الانطلاقة، وتقدمت دلع لتتدلع بالناموس، وكذلك وصلت صعايب. الله يا صعايب، صعايب بدأت تخترق أيضا حاجز الصوت لتنطلق مع الأسماء المتقدمة لهجن الشحانية مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ليقدم لنا صعايب أيضا بانطلاق أولا والسيطرة مع الصدارة. صعايب 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 بانطلاقها المميز بتواجدها مع الصدارة. سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ثاني المراكز وصلت ميزة، المركز الثالث أمجاد، المركز
هذا هو بارود غير الآن وانتقل نقلة ممتازة إلى أول مركز لهجنة الشحنية مع عملاق المضمرين سلطاب محمد بن سالم الوهيبي مع الكوكب الثلاثية مع العملاق ومع أيضا الشبل ومع أيضا المشاغب على المراكز المتقدمة الثلاثة، ولكن بقيادة بارود مع عملاق المضمرين سلطاب محمد بن سالم الوهيبي، ولكن شديد في هذه اللحظات ينطلق مع المركز الثاني، ولكن بارود مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والنموس لهجنة الشحنية، والتهاني إلى المضمر العملاق سلطاب محمد بن سالم الوهيبي من قدم بارود إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني. جاء شديد من هجن الشحنية، بينما المركز الثالث ادباس من هجن الشحنية. شوق هزني يا هوى الشوق، هزيز غصن انتهى الاوراق يلا يا ذهبي، ولكن انطلقت هجر. يا سلام على هجر انطلقت هجر. الله يا سلام على هذا العرض الجميل وعلى هذا الاداء الممتاز وعلى هذا التفوق من هجر. مرت وعبرت هجر الى الناموس والى المركز الاول. تهانينا والناموس، وبالفعل عبرت الى بر الامان دون اي معلومات دون اي تعليمات تذكر على هجر. هذه هجر تقترب من خط النهايه. تهانينا لهجن الشحانيه وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني شوق من هجن الشحانيه بقياده سالم بن فاران. المركز الثالث اشعه من هجن الشحانيه مع سلطان الوهيبي. أداه مميز وانطلاقه رائع في هذه اللحظات. الله يا بن فران هنا دير لبالك، مسير قادم زاهي ومسير، انطلاق ثنائي مميز على الصدارة، ولكن الله مسير زاهي ومسير اللحظات الأخيرة خط النهاية، ولكن الله بن فران الذهبي هنا ينطلق ويساير أيضا زاهي في هذا الشوط. زاهي بأدائه بشعاره بعطائه هنا مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران على هذا الفوز المستحق لحظات الوصول هنا أمام خط النهاية. تهانينا والناموس ثاني المراكز مسير لهجن الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ثالث المراكز نتابع الوصول ولحظات الوصول هنا من ثالث المراكز. كان الوصول من الفارس لهجن الشحانية. بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي العملاق يقدم لنا بروق، يقدم لنا هذا المسمى الكبير مع المركز الاول مع الصدارة والسيطرة، ولكن تابعوا ثاني المراكز. وصلت جميلة الجميلات، وصلت حسينة على المركز الثاني ايضا خطيرة بتقدمها في الامتار الاخيرة على المركز الثاني. بروق وحسينة، حسينة وبروق، انطلقت حسينة، تواصلت حسينة اللي ما فيها حيلة بانطلاقتها وبتقدمها على ثاني المراكز، والثنتين تحمل شعار الشحانية ومؤسسة هجن الشحانية. الثاني والتبريكات لهجن الشحانية وعلى فوز حسينة بالمركز الأول والثاني ذهبي سالم فاران. المركز الثاني بروق لهجن الشحانية، المركز الثالث. وصلت مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز صعبة لسعادة الشيخ نبيل بن عبد الله خليفة الدائم. هجنة الشحانية مع اختلاف المضمرين، هنا الشبل على الصدر يقدم مزون على المركز الاول ومزون الخير لهجن الشحانية. تواصل المضمر جابر بن سالم بن فاران المري ينطلق مع مزون مع الامتار الاخيرة، ولكن من الجانب الاخر جمايل وصلت في هذه اللحظات وتريد الجمايل في هذا الشوط وفي هذا التحدي لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري يقتحم البداية ينطلق مع المركز الاول
الاحوال مع جمايل جمايل، ولكن العملاق قادم، العملاق قادم في هذه اللحظات، ولكن جمايل جمايل مع الامتار الاخيره تنطلق وتعلن انطلاقه للناموس والفوز والانتصار. سلام جمايل، سلام سلام شحاني، سلام، تهانينا تهانينا والناموس لهجنه الشحانيه على فوز جمايل بالمركز الاول، وعلى فوز ليا بالمركز الثاني، وعلى فوز ايضا نزوم بالمركز الثالث. تابع تقدمي وقدومي سهم على المركز الرابع وتسللت الى ثالث المراكز، يتابعها بالتضمير جابر بسالم بن فاران المري. اعود الى الصدارة، اعود الى الوجبة، انطلق مع الوجبة، ولكن مرموقة 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 هي من انطلقت نحو الناموس ونحو التتويج، من كانت قبل قليل على المركز الرابع تسللت الى اول المراكز لتذهب بناموس هذا الشوط. اذا التهاني والتبريكات نزفها لهجنة الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد الويبي من قدم لنا الاسماء المميزة في هذا المساء. لك التهاني يا عملاق، يا عملاق المضمرين على فوز مرموقة وفوز اخواتها في العزة في هذا المساء. التهاني والتبريكات للمركز الثاني، وصلت سام لهجنة الشحانية المركز الثالث، الوجبة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله خليفة الثاني. ناموس هذا الشوط ووسام ايضا شوط الختام لهجنة الشحانية مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن بلشه خطيره في هذا الشوط لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. ولكن يا سلام يا سلام يا سلام، وتابع كود بدات تنطلق، بدات تنفرد في هذا الشوط، بدات ايضا تقدم هذا العرض الممتاز، هذا العرض المسائي لهجنة الشحانية والذهبي سالم بن فران المري، يقدم كود منذ انطلاقة الشوط وهي على الصدارة، تنطلق بهذا التحدي بهذا الأداء المميز. تهانينا تهانينا والناموس لهجنة الشحانية، والتهاني إلى الذهبي سالم بن فران المري من قدم كود إلى خط نهاية محتلة المركز الأول. هذه لحظة الوصول، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلت وسام لهجنة الشحانية، المركز الثالث بلشة لهجنة الشحانية.